لو الزمالك بيلعب بطولة مش مع الأهلي، لو بيلعب مش ضد الأهلي، ممكن تشجعه؟ ما هي بطولة أفريقيا مثلا؟ مثلا؟ مش حوار إن أنا هشجعه، أنا دلوقتي بلعب في النادي الأهلي. ليه هشغل بالي بنادي يعني نادي الزمالك هشغل بالي بيه ليه؟ يعني أنا ما شفتش منهم حاجة وحشة. بس أنا عايزة أقول لك حاجة، أنا صدقتك. أوكي. أنا مصدقك. أنت من جواك مش متعلق بالزمالك. إزاي مش متعلق بالزمالك؟ يعني أنت مش يعني ما عندكش فعلا الحب العميق للزمالك اللي يخليك. أنا في النادي الأهلي دلوقتي أنا ما ينفعش أشوف الناس اللي بتشجعنا والناس الجمهور. تعرف أنا صدقتك ليه؟ عشان أنت فعلاً حقيقي أنت مؤمن بالاحتراف مش مؤمن بالانتماء. ممكن عشان كده أنا مصدقك.